لكن ماذا لو أن الأقنعة غير الطبية حمت المحيطين بمرتديها؟ في معمله يختبر فلاديمير زديمال، أستاذ الهندسة الكيميائية في التشيك، قدرة الأقمشة المختلفة على صد الرذاذ. ونظريته أنه لو حمى كل شخص من حوله فسنكون جميعاً أكثر أمناً. هذا المرض يمكن ألا يسبب أعراضاً إلا بعد أيام أو حتى أسبوع من الإصابة، وطوال هذا الوقت ينشر المريض العدوى. لذا فمن المهم للغاية وقف الرذاذ الناتج عن السعال أو حتى الحديث السريع، وهذا القناع القطني المصنوع في المنزل قادر على صد هذا الرذاذ بشكل ممتاز. منتصف مارس اجتمع زديمال وعدد من زملائه الأكاديميين ووجهوا دعوة عامة لارتداء الأقنعة. تلقف الدعوة بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال 24 ساعة انتجوا فيلماً قصيراً ودشنوا حملة باسم الأقنعة للجميع، انتشرت كالنار في الهشيم. نشروا الرسالة على فيسبوك وتويتر وكل وسائل التواصل، وخلال يوم أو يومين عرف كل التشيكيين بالأمر وتقبلوه بشكل رائع. خلال يومين تحولنا من وضع لا يرتدي فيه أحد قناعاً إلى أن الجميع يرتدون الأقنعة. تجاوب التشيكيون مع الحملة وبدأوا يصنعون الأقنعة في بيوتهم من أقمشة قطنية بسيطة يمكن غسلها وإعادة استخدامها. وخلال أيام تبنت الحكومة التشيكية الدعوة، فارتدى المسؤولون الأقنعة وأصدروا قراراً يوجب على الجميع ارتداءها عند الخروج من المنزل. وشارك حساب رئيس الوزراء على تويتر في نشر الحملة، بل وخاطب الرئيس الأمريكي داعياً إياه لتطبيق الأمر ذاته في الولايات المتحدة. اتخذنا نفس الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول الأوروبية، لكن الاختلاف الرئيسي هو أننا بدأنا استخدام الأقنعة قبل الآخرين بأسبوعين. وإذا نظرت إلى منحنى الإصابات ستجد أن التشيك سيطرت عليه أسرع من باقي الدول. طبقت التشيك إجراءات التباعد الاجتماعي كغيرها من الدول، ولكنها أضافت إلى ترسانتها وجوب ارتداء الأقنعة، فسيطرت حسب أهلها على المرض بشكل أفضل. وإن كان من الصعب الجزم بجدوى الأمر، فإن دولاً عدة استلهمت التجربة التشيكية وبدأت تطبق الإجراء ذاته.